أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم مشرف هذا التحفيظ، أمير هذا المسجد، عاطف بكر محمد النجار، عمري 30 عاما. يتكون الخبز من الدقيق والماء والخميرة والملح، وهذه الأدوات متوفرة لدينا في قطاع غزة، ولكنها غالية السعر عن المواطنين. ونقول لأندونيسيا شكرا لك على تقديم هذه المعونات وهذه العلب الطحين والخبز للشعب الفلسطيني. وهذه العلبة تتكون من 50 رغيفا، والرغيف الواحد وزنه تقريبا 60 غراما. وجزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم ألف خير يا شعب الأندونيسي. اسمي محمد رياض جمعة البراهمة، عمري 18 سنة، ساكن على 17 عند المسامحة. بستخدم ربطة الخبز تقعد عندنا يوم أو يومين، والخبز زي الأكل. كلفنا الخبز كل شهرية 100 دولار. كل عام الأندلسي بخير. اسمي بكر محمد بكر النجار، أسكن في مدينة خان يونس منطقة معز. الحمد لله إحنا بناكل ونشبع، ويوجد نقص من في البيت من الخبز. اليوم دعمتنا اندونيسيا بهذا الخبز ونشكرهم وبارك الله فيهم، ونحن نمني لهم. كل عام واندونيسيا بألف خير.